أعفى رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان وزير الخارجية المكلف بدر الدين عبد الله محمد أحمد من منصب وكيل وزارة الخارجية، وردا على أسئلة الصحفيين قال الناطق الرسمي باسم المجلس شمس الدين كباشي إن وزارة الخارجية أصدرت بيانا صحفيا عن الإعداد لزيارة وفد قطري إلى البلاد دون التشاور مع المجلس ودون علمه.